إذا أهلا وسهلا متتبعي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر هنا مباشرة من مدينة تطوان، بالضبط على مستوى شارع الوحدة هنا بمدينة تطوان. أجواء من الحزن والأسى دادية على وجوه وعائلة ومعارف الفنانة فرح الفاسي من بعد ما توفت الأم ديالها. وبعد مناسبة فاحنا كنقدموا لها أحر التعازي والمواساة، وكنقولوا لها الله يصبرك والله يصبر كذلك الأهل ديال المرحومة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بطبيعة الحال فالفنانة التطوانية فهي يعني ليلة الأمس فهي كانت نزلت تدوينة كتعلن فيها الوفاة ديال الأم ديالها. نتمنوا إن شاء الله أن ربي يرزقها بالصبر ويرزق الأهل ديالها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وللإشارة فالجنازة غادي تكون عصر اليوم هنا بمدينة تطوان بالمقبرة الإسلامية. فصعب أنك تفقد واحد من العائلات ديالك خصوصا الأم. نتمنوا إن شاء الله أن الله عز وجل أن يرزق أهل الفقيدة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. للإشارة فالجنازة غادي تكون عصر اليوم هنا بمدينة تطوان، وغادي يتم دفن المرحومة بالمقبرة الإسلامية هنا بمدينة تطوان عصر هذا اليوم. إذن كما قلنا متتبعي قناة شوف تيفي بداية توافد عائلات ومعارف المرحومة على المنزل. باش أنهم يعزوا عائلة المرحومة من بعد ما وفتها المنية ليلة الأمس. كما قلنا متتبعي قناة شوف تيفي فالجنازة غادي تكون عصر اليوم هنا بالمقبرة الإسلامية هنا بمدينة تطوان. هذوما مجموعة من أفراد عائلة المرحومة. أمام منزلها وهما كيتلقاو العزاء، والله يصبرهم والله يرزق الأهل الصبر والسلوان، والله يرحم المرحومة برحمته الواسعة يا رب العالمين. المتتبع قناة شوف تيفي أجواء من الحزن أجواء من الأسى بعد ما توفت أم الفنانة التطوانية فرح الفاسي هنا بمدينة تطوان. الله يصبروا والله يدخل على المرحومة الرحمة والمغفرة يا رب العالمين. المتتبعي قناة شوف تيفي هذه أجواء من الحزن والأسى مباشرة من أمام منزل الفنانة إنا لله وإنا إليه راجعون. المكان
الآن في هذه اللحظات فبداية توافد عدد كبير من المعزين على منزل المرحومة. إذا المتتبع قناة شوف تي في، إلى هنا ننهي هذا البث المباشر وإلى بث آخر. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.